يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عندنا في مصر بعض التجار يشتري الزرع مثل البطيخ ثم يذهب ويبيعه وهو في نفس المكان لم ينقل ولم يجمع، فهل البيع صحيح؟ إذا كان يرى، إذا كان ظاهر ويرى واشتراه وعاينه فله أن يبيعه ولو لم يلقط ولو لم يجمع، لأنه ظاهر معروف. فما لو اشترى النخل، كما لو اشترى ثمرة النخل على رؤوس النخل، يجوز له أن يبيعها إذا عاينها ورآها، يجوز له أن يبيعها. نعم.